بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لازلنا في هذه السلسلة، سلسلة كيف أكتب تعبيرا كتابيا. هذا هو التسجيل 11 أو الفيديو رقم 11 من هذه السلسلة، سلسلة كيف أكتب تعبيرا كتابيا أو كيفية اكتساب مهارات التعبير الكتابي. قلنا في كل فيديو، في كل مقطع راح نجيب فوائد، تنبيهات، ملاحظات في كيفية اكتساب مهارات التعبير. قلنا في كل مرة نذكر فوائد جدد، اللي حاب يستفاد فائدة كبيرة يتابع السلسلة من العدد الأول إلى غاية العدد 11. اليوم إن شاء الله عز وجل جبت لكم بعض الأسباب اللي تخلي التلميذ غير متفوق، ولا تخلي التلميذ غير متمكن، ولا تخلي التلميذ لا يستطيع أن يحرر تعبيرا كتابيا ناجحا. من هذه الأسباب اللي تخلي أغلب التلاميذ ناقصين وغير متفوقين في التعبير الكتابي هي عدم التركيز في القسم. لما الأستاذ يكون يشرح في اللغة العربية، لما يكون يشرح في النحو، لما يكون يشرح في الصرف، لما يكون يتكلم على التعبير، لما يكون يتكلم على عناصر والتعليمة والسنة تاع التعبير، التلميذ ما يركزش، يقبض غير باللي تعبير موضوع فلاني ويروح للدار ولا يكون في القسم وما يركزش. لذلك النقطة الأولى على التلميذ أن يركز داخل القسم. كي يدخل التلميذ للقسم لابد أن يجمع يديه فوق الطاولة ويركز مع الأستاذ. أي حركة، أي كلمة، أي جملة، أي فعل يدير المعلم لازم يركز معاه. لذلك حتى يتفوق ويكتسب مهارات وينجح ويكون محيط بجميع الدروس وفاهم كل شيء، لابد من التركيز داخل القسم. كثير من التلاميذ ما يركزوش في القسم، ولا يركز 10% وما يغفل شوية. لا، لابد أن تركز عزيزي التلميذ 100%. ما دام راك في القسم لابد أن تركز مع الأستاذ وتركز ماذا يتكلم الأستاذ، ماذا يفعل، ماذا يشرح، حتى تستفيد أكثر. الشيء الثاني اللي يخلي التلميذ ناقص ولا غير متفوق في التعبير هو عدم قراءته للتعليمة. تعليمة التعبير هذيك أكتب ولا عندنا كذا ولا أكتب، ما يقرأهاش قراءة جدية، ما يقرأهاش بتأني، ما يقرأهاش بتركيز. يطل فيها كيشوف تعبير مثلا حول الصدقة وكذا ويحطها ويبدأ يكتب. لا، عليك بقراءة تعليمة التعبير ولا تعليمة الوضعية الإدماجية، قراءة بتأني، تقرأها أكثر من مرتين أو ثلاث، وتركز في السند، وتركز في التعليمة، وتركز في المطلوب. عندك السند اللي يعطيك فيه المعطيات، وعندك التعليمة اللي فيها الشيء المطلوب منك، هي الأوامر. التعليمة تكون فيها أوامر، أكتب، حرر، وظف. أما السند يعطيك معلومات، يعطيك معطيات. عليك قراءة هذا السند وهذا الأشياء قراءة بتأني وتركيز، وفهمها جيدا، بعد ذلك انطلق إلى التحرير. النقطة الموالية كذلك، هذا السند، سند الوضعية الإدماجية، على التلميذ أن يحللها، يقوم بتحليل. هذا الطريقة اللي جبتها لكم اليوم، طريقة تحليل. ما هي هذه الطريقة؟ أنه يدير المعطيات ويدير المطلوب. مثلا يعطي لك، يقول لك مثلا الماء نعمة من الله تبارك وتعالى، لذلك وجب الحفاظ عليه. حرر ولا أكتب تعبيرا تتحدث فيه عن أهمية الماء ودورك في كيفية الحفاظ على الماء، موظفا فعل مبني للمجهول، موظفا جمع مؤنث سالم، لا تتعدى في ذلك 8 أسطر على سبيل المثال. طيب، هذا السند كامل يقوم بتحليله. كيفاش يدير تحليل؟ يدير المعطيات على جهة ويدير المطلوب على جهة. المعطيات اللي في هذا السند مثلا الماء نعمة من الله وجب أن نحافظ عليه، هذه معطيات، أعطاك معلومات، كشغل معلومات ولا أشياء أعطاها لك باش تنطلق بها ولا تدخل بها. هذا المعطيات كيفاش يستفاد منها التلميذ؟ المعطيات اللي يعطيها لك في السند تاع الوضعية الإدماجية، ديرها كبداية في المقدمة، تتوسع فيها وتزيد فيها أشياء وتنطلق منها في المقدمة. لذلك المقدمة تنطلق من السند اللي أعطاها لك، فالمعطيات ولا المعلومات اللي أعطاها لك في السند تعاود تكتبها وتتوسع فيها وتديرها كمقدمة. الأمر الثاني هي المطلوب، تحدد المطلوب منك بدقة، ماذا طلب منك دقة؟ طلب منك مثلا فوائد الماء، كيف تحافظ أنت على الماء، وظف فعل مبني للمجهول، جمع مؤنث سالم، ولا تتعدى 8 أسطر. لذلك
يحرر يقوم بتحليل هذا السند وهذا التعليمه، يحللها. كيف يحللها؟ يدير المعطيات على جهه ويدير المطلوب ماذا طلب مني على جهه، المعطيات يتوسع فيها ويزيد فيها افكار وينطلق منها ويدير منها مقدمه، المطلوب منه يحدده بدقه ماذا طلب مني بدقه، ما يكتبش هكا وخلاص ويهدر وخلاص على الماء ولا اي امر، ان يكتب ما طلب منه. طلب منك فوائد الماء، دير فوائد الماء. طلب منك دورك في كيفيه الحفاظ على الماء، دورك انت، ماشي دور المجتمع ماشي دور الاسره، دورك انت كفرد. لذلك يجب ان يحدد المطلوب بدقه. توظيف فعل مبني للمجهول جمع مؤنث، هذا يديرهم بلون مغاير كما تحدثنا سابقا في الفيديوهات الاخرى، ولا يتعدى الحجم الذي طلب منه. اذا قال لك 8 اسطر ما تنقص ما تزيد، 8 اسطر 8 اسطر. هذه بعض النصائح اللي جبتها لكم اليوم، بارك الله فيكم. انتظرونا في الفيديو المقبل، كذلك عندنا نصائح وتوجيهات وملاحظات في هذا السلسلة، بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو، كذلك الاشتراك فقط، بارك الله فيكم. اللي يقدر يبارطاجينا على فيديو هذه يبارطاجيها في لي جروب وفي الصفحات حتى تعم الفائدة. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.